أكتر من 60 سنة عايشة ما بين 4 حيطان ما شافتش النور في حياتها. أمنية حياتها إنها يبقى عندها لندن، لأنها عايشة طول حياتها على الشموع. حاجة سعدة اللي ملهاش نصيب في اسمها، عايشة سعيدة. انت سعيدة وانت جميلة بس سعيدة بس. عايشة يا جماعة في الأربع الحيطان دول من غير لا زوج ولا أبناء، عايشة لوحدها. عايشة مع رفقائها هنا هم القطط. والغريبة يا جماعة في الموضوع إن هي والقطط بياكلوا من نفس الطبق. انت عايشة هنا ازاي طيب؟ انا عايشة من نهار جوزي ما مات، ومن قبل جوزي ما مات ما رضاش يدخل نور قبل. وتحايل عليه ومعانا الفلوس وربنا مديني ويقول لي حدد وبعيد قبل. ما رضاش يخلينا ادخل نور قبل. ليه بقى ما رضاش يخليك تدخلي نور؟ بقاله 12 سنة، 12 سنة ما دخلش نور، وزاد عن 12 سنة. وتحايل عليه يقول لي ابدا حدد وبعيد قبل. وعايشة 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 لوحدك كده يعني؟ عايشة لوحدي. اي لوحدي كده في الدار ده، في الاوضتين دول. قسم عليا ابن الكلب اللي هو ابن اخوه اللي خد الدار ده. فهي الدار دي كلها كانت بتاعت جوزي، هو اللي خدها. عشان انت ما عندكيش عيال؟ ما عنديش عيال. لا انك لله يا ادم يا ابن سؤال منك بتبكي ليه يا ست الكل؟ مالك؟ هو اللي مرضاش يخلينا ندخل نور بعد جوزي ما مات. انت زعلانه عشان ما عندكيش نور؟ ما عنديش نور بقالي 6 سنين، بقالي جوزي مات بقاله 6 سنين اهو. واقول له تحايل على الواد ده ما يرضاش ابدا يخلينا ندخل نور. يعني انت نفسك ان النور يخش هنا؟ طب انت عايشه ازاي هنا مع القطط اللي انت بتربيها دي؟ عايشين ازاي مع بعض؟ هم عايشين بياكلوا ويمشوا، بياكلوا ويمشوا. يعني هم بيجوا لك هنا عشان خاطر انت تاكليهم؟ باكلهم. بتنامي هنا كده يا حاجه سعيده؟ بنام. بنام في الحته، بنام على الباب ان مفيش نور. ما بتخافيش وانت قاعده لوحدك في الاوضه من الضلمه؟ اعمل ايه يعني؟ بتحايل على ابن فيش ورداه. ما رضاش يخلينا ادخل نور. وانت حكايتك ايه مع القطط؟ ايوه حكي كده. مع القطط؟ هم بياكلوا ويمشوا. اعمل ايه؟ يعني هم بيجوا لك هنا عشان ياكلوا؟ انا اللي مربياهم. انت اللي مربياهم؟ مربياهم بياكلوا ويمشوا. طب تعالي نخرج نقعد مع بعضينا بره هنا كده على الرصيف. مكان ما بتقعدي هنا كده. ما صح. ايوه اقعدي هنا جنبي سعيد. تعالي جنبي هنا. اعمل لك بوسه. قولي انا اقعد جنبك اهو. شكلي هنا؟ بلد هنا لحد الفرقه من فجاه من الثاني. نخش جوه نتكلم شويه. يعني انت بتنامي هنا لحد ما الفجر يطلع؟ وبعد كده تخش جوه. بقالك 12 سنة عايشة من غير نور. زاد عن 12 سنة ما تحيت على جد ما تسأل ولا رد يدخل لنا نور نور حديد وبعيد قوي. طب يا اخويا نجيب كبخة زي دي يقول لك حديد وبعيد قوي اعمل ايه؟ ليه بقى ما فيش عايش؟ ما رضاش البراسيس وراه، البراسيس اللي انت ما خلفتيش؟ مخلفتش مني، خلفت عيال وماتوا. يعني انت خلفتي عيال وماتوا؟ ماتوا كبار ولا ماتوا صغيرين؟ ماتوا صغيرين. طلقت من الواد اللي خلفته مني ده وماتوا. بقالي زيادة عن 12 سنة معاه لحد ما توقف. فانت بتخدميه بقى وشايلاه و شايلاه ومكاشفه هنا عليه البوق اللي هما يشوف خاطر الدار قد ايه بركة. بتنامي لوحدك جوه هنا؟ بنام لوحدي، مفيش لا عيال ولا عيال.
نفسك في ايه طيب؟ هدخل شويه نور بس. نفسك تدخلي النور؟ اه. بس؟ اه. مش عايزه اي حاجه تاني؟ وانا بعد كده هتصرف واعمل الخرسانة القبطان دول على الخرسان، بعمل خرسان. بعد كده بشيل السقف ده واعمل خرسان. هو السقف ده خشب؟ معمول باللو، باللوح الخشب. اه. البرد من زمان الزمن ما لكن احسن قوي. ما بتنزلش عليك في الشتاء؟ بتنزل في حاجة بسيطة. اه. Thank you.